السلام عليكم بنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. مرحبا بكم عند كنزة فلوغ. كيف ما كتشوفوا اليوم جيتكم انا وماما بوصفه جديده رائعه وهائله. كيف ما كتشوفوا معايا فطائر البيتزا التركيه اللي كيموتوا عليها الناس. هي هاد الاكله، هاد الطبق، هاد البيتزات هادو ديال الفطائر ما معروفينش بزاف في المغرب. هاد الفطائر التركيه اكثريه كيديروهم الناس ايطاليا والاتراك هما اللي كيديروهم بزاف. واليوم قلنا نديروهم معاكم. حنا كنا كنديروهم في رمضان، وبما ان اليوم الاثنين حنا صايمين فقلنا اننا غادي نديروهم اللهم نشاركوهم معاكم. بحكم انا كنت نزلت واحد ستوري في الانستغرام وفي في هذا في الفيسبوك، وصحباتي وصديقاتي والعائله طلبوا مني انني نشارك معاكم هاد الفطائر التركيه. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو غزالين هائلين البنات، لا بالنسبه للتزيين ولا بالنسبه للشكل ولا بالنسبه للمذاق. وكيجيو رطبين وهشاش بحال شكل البريوش كيف ما كتشوفوا، كيجيو رطيبين البنات ومفشفشين من الداخل. المهم البنات خليكم معايا باش تشوفوا طريقه العجين، المكونات والمقادير اللي غنحتاجو، وطريقه ديال التزيين ديال هاد الفطائر التركيه. كيجيو غزالين البنات، فطائر بيتزا تركيه كيجيو فنين. المهم خليوكم معنا باش نشاركوا معكم المراحل. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبداو هنايا، عندي هنايا البصله مقطع طريفات مشلضه، عندي هنا الفلفله خضراء مقطع طريفات، عندي هنايا الفلفله صفراء مقطع طريفات. هنا انا عندي فلفله كبيره مقطع طريفات، عندي جوج فلفلات صفرين مقطع طريفات، هنا عندي جوج بصلات. وهاد المكونات كل واحد تيبقى على حساب الافراد ديال العائله اللي في الدار، تزيدي تنقصي داكشي تيبقى على حساب العائله اللي كاينه في كل بيت. هنايا هادو غنديرهم يتشحروا فوق البوطه. غادي ندير الزيت، غادي ندير مليحه، غادي ندير بزيرة. هاد المكونات عندي راهم يتشحروا. وعندي هنايا مطيشه، بالنسبه عندي انا مطيشه صغيره ماشي كبيره، عندي خمسة مطيشات هنا محكوكين. عندي حتى هما نفس التوابل اللي درت في هنايا في الفلفله والبصله، عنديرو في مطيشه الا مطيشه الحك هي اللي زايده هنا في مطيشه العاديه طريه انا عندي في الطنجره. يلا تابعوني. وبالنسبه للعجين عندي هنايا الطحين، حتى هو على حساب الافراد العائله اللي كاينه في كل دار وفي كل بيت. انا هنايا درت جوج سلايف بهذا، جوج سلايف، وانتوما على حساب كل واحد وقياسه. عندي هنايا الزعتر ما نحكوش بيديا، نخليه هكا صين. عندي هنايا اربعه د الفرماجات، ها هما اربعه. هي جربوهم راه زوينين، هاد الفطائر تيجيو زوينين. بالنسبه للديكور ديالهم تيجيو غزال، حتى هكا الا كانت العائله جايين عندك ضياف، كنتي غاديه عند شي صاحبتك او عائلتك وش حاجه، تتصاوبيهم تقدي داك الطبق تتديه في يدياتك وتحمرت الوجه. عندي هنا نص كاس، حتى انا غير دايره في هاد لي طاس، اما نص كاس ديال زيت العود. هو عندي مليحه، الملحه حتى هي على حساب كل واحد. الخميره عندي معلقه صغيره كبيره، ها هي معلقه صغيره كبيره. شوفي صراك ما تديوش عيار، انا صايمه اليوم الاثنين راه حنا هادشي تنوجدو حتى حنا لفطورنا. عندي معلقه صغيره ديال الخميره صافي انا، وعندي كاس الماء بارد. ودابا غنبدا نعجن قدامكم.
هاد العجينه ديروها شويه ما خفيفه ما قاصحه، حنت هاد غير جربوهم هاد الفطائر، فطائر تركيه تيجيو تنعجن فيهم هكا، وهاديك الساعه تنحط على سطح العمل وندلكها. دابا هي تنخلط لها القياس ديالها ديال الماء، تنتحكم فيها في الماء ديالها اللي القياس اللي انا نبي. راه هاد الفطائر تيجيو اروع ما يكون، هادو تيقولوا ليهم فطائر تركيه، راه تيجيو غزالين وهشاشين ورطبين. دابا صافي ما كاينش نزيدها الماء، صافي عندلكها ونحطها ترجع حنايا تتخمر وانا عرجع معاكم. دابا ها هي صافي دلكتها. الزعتر الا درتوه ما تحكوش، طلقوه هكا لحصين هكا، حنا به الغرض ديالنا هكا يبقى صين، ما تحكوش حنت الا حكيتوه غترجع العجينه شويه دايره، خليوه هكا صين باش يعطي واحد المنظر واحد الديكور زوين. دابا غنخلي العجينه هكا، نخليها هنايا حنت انا حنت راه ما عاديش نخليها تخمر هكا، لا انا غنوريكم. دابا هاد العجينه هنا دلكتها حطيتها هنا ابار، نوريكم غير شنو غيخصني في التزيين. هاد الفطائر تيبغيو التزيين ديالهم، عندي هنا الفرماج حمر، عندي هنايا الطون، عندي هنا الزيتون، عندي هنايا الحباء السوداء، عندي السمسم اللي هو الجلجلان. هاد الجلجلان انا تشوفوا شنو عندي به الديكور في الاخر في التزيين، وتابعوني. هنا ما خاصكش تخليها هكا تخمر هكا، لا تابعوني، غديروا لها بحال هكا كويرات بحال ديال الكرات ديال المسمن هكا. عند هاد الفطاير اللي هما على شكل تيجيو بحال شكل ديال البيتزا بحال هكا، ندير لهم شويه ديال الطحين حيت غيبقاو يخمروا هنا في بلايصهم. شويه ديال الطحين صافي، تديروهم غير هكا بحال شكل الكرات ديال المسمن غير بحال هكا. راه يجربوهم وانتم عاد تشوفوا الاخير ديالهم في الاخر ديالهم كيفاش غيجيو، غيجيو غزالين. الفطائر معروفين بهم في تركيا بزاف، معروفين بزاف بهم، هما اللي كيصوبوا هاد الفطائر، هما على شكل بيتزا وفطائر في نفس الوقت، كيجيو لذاذ ورائعين وهشيشين، والصراحه كيجيو غزالين. لا عندك شي عزومه عندك شي حاجه هكا كيجيو في طفل حطه في المنظر كيجي راقي وزوين. ودابا ها هما درتهم كلهم هنا كويرات، غير هي عدو بعدهم شويه بحال هكا حيت غيخمروا يتنفخوا باش ما يتلاصقوش. خليو ليهم كل وحده خليو لها اتساع شويه فين يتنفخوا فين هذا باش يخمروا. صافي دابا غنغطيهم بسريبيته، هانتوما عاد تشوفوا الحجم ديالهم دابا هكا، وما عاد تشوفوا الحجم ديالهم من غيخمروا هذا هذا، بقيت على هذا سمحوا لي. من غيخمروا عادي تشوفوا معايا كيفاش غنعمرهم بالحشوه. يا هما تيخمروا، انا غطيتهم هنايا بالسربيته تيخمروا. بسم الله على بركه الله يا ربي، هانتوما شفتوا كيضاعف الحجم ديالهم تيتنفخوا تيخمروا. ايوا دابا هانتوما كيجيو زوينين غزال اروع ما يكون. فطائر ديال ايطاليا ديال تركيا كيجيو صراحه معروفين بهم الايطاليين والاتراك. السليفه فيها الفورس، وهنايا موجده ماما الصوص وموجده الصلصه الحمراء. هذه الغطيشه اللي حكيت انا طيبتها والحشوه ديال الفليفلات راه خليتها نجيب. هنا الزيتون غسلاته وقطعاته، الطون والفرماج محكوك في الحكاكه الرقيقه، وهنايا كيف ما كتشوفوا هنايا رجعوا لعند امها عند ماماكم ماماكم جميله. هكا نديرو شويه الطحين. ايوا تابعوني شوفوا دابا الفطائر ديالنا بحال هكا، كدير القاع ديال الكاس في الدقيق بصوا بحال هكا الكاس حطوا هكا. دابا انا غير تنوريكم هل الاولى تتهزوا بحال هكا وتحطوا هنا. انا هنا درت ورق الزبده، ورق الزبده، واللي بغى ما عندوش يدير يدهن غير الطاوه يدهنها بزويته. حتى انا قبل راه كنت ندهن غير واحد، دابا موجود عندي درتو صافي سيتو هكا. راه تيجيو واعرين والله الا شفتو في المنظر كيفاش كيجيو. انا كنت نحلف لكم بالله زعما راه ديوهم عند الحباب بوجهكم احمر كيجيو رائعين وناشطين وفرحانين بهم.
تيجيو اروع ما يكون هكا تيجيو. غتكملهم كاملين بهذه الطريقه هذه. ديما الفرص بحال هكا باش مع الضغط ديال الكاس باش ما يلصقوش ليكم في سطح على سطح العمل هكا هكا صافي. يعني كل ما كيف ما كتشوفوا البنات هاد الكويراس كاملين غدير لهم نفس الطريقه بهذا الشكل هذا. ومن بعد كتاخذ دابا تندير الشيته. هاد الشيته راه شفتها من عند دروغري ومغسوله كلشي غسلتها وهذا عاود غسلتها. ودابا تندير بحال هكا تندير بحال هكا الماء هذا راه غير الماء هذا غير الماء غير الماء تدهنوا غير هاد الجناب غير الجيبات. هانتوما غير تابعوني وعاد تفهموا بنياتي ووليداتي. هانتوما راه حنت البنيات اخالتي غادي ورينا غير بشويه ايوا شويه خرجوا ليا حتى الوليدات وليداتي اخالتي غادي ورينا بولي غادي تذكري تذكري الدراري راه ماشي غير البنات اللي متبعينك. ماشي البنات راه حتى حنا خالتي راه حنا متبعينك الاولاد. دابا درت الماء غير هكا في الجناب كيف ما شفتوا ماشي تفزقوهم راه غير كتمسحوا الحبة السوداء السوداء وهنا الزرجان اللي بغى يدير كلشي بالحبة السوداء يدير اللي بغى يدير السمسم اللي هو الجوجلان يدير اللي بغى يدير بحالي. دابا انا غندير نص حنا كنديرو نص نص كنديرو نص هذا بحبة السوداء وكنديرو نص بالزرجلان هذا الشكل هذا البنات كتوزعوا على الاطراف ديال العجين كلهم دوك الباس اللي دهنت دابا بالماء باش يلصق لك فيهم هكا. وعاود ثاني هذه وحده غنديرها بالجوجلان بالسمسم هكا هكا يجي رائع البنات راه ما شنقول لكم تيجيو غزالين اروع ما يكون. راه هاد الفطائر اللي هما تيجيو على شكل بيتزا تيجيو غزالين. عاود ثاني هذه تايا ندير ليها هذا ضروري ما ديروا غير هكا غير مسيحه ماشي تفزقوا العجينه لا غير مسيحه هكا عيد تمسحي عيد تمسحي بالماء باش كيلصق لك يلصق هاد الزرجلان وحبه السوداء. ومن بعد كديروا الصوص وكديروا الحشوه وهذا وكتدخلوهم الفران عرفتي كيجيو بحال شكل بريوش في الهشاشه ديالو. عرفتي تيقول لك اخالتي ورينا عيب شويه باش نفهمو. ودابا مني وريتكم هادو هكا درت ليهم السمسم والحبه السوداء انا عندي لاصوص. هانتوما ندير لاصوص راه عيش ضركت ليكم كنزه حيدتها كنتي ضركتيهم. انا نشد بنيتي في يديا هانت غير شويه غير شويه تدخلي كتعمروا داك الوريضه هاد سمحوا لي هذه هي عمرتها ويني غنثقبها نسينا ما ثقبناش بالفرشيط. سمحوا لي واخا عمرتها ثقبوا في الجناب غير هكا في الجناب غير هكا غير في هكا في الجناب غير هكا. سمحوا لي ما درت لكمش هذا كيوقع هذا الشيء غير هكا. هادو انا غنثقبهم منين نقاد هادي نكملها صافي غير بحال هكا. دابا نزيد نكمل هادي غير بحال هكا غير بحال هكا في الجناب غير باش ما يحمت راه غادي يتنفخو غير بحال هكا صافي. دير هذا وغنزيد غنكمل هادي اللي درت فوق منها لاصوص طوماط هكا. هانتوما تيجيو على هاد الطريقة راه تيجيو غزالين عرفتي تيجيو بحال اللي تتاكلي. خاصكم البنات تجربوهم صراحة ماشي بزاف كيديروهم هنا في المغرب قليل قليل. هانتوما راه تيجيو تيجيو بحال شكل البريوش من الداخل ملي تتاكليهم تيجيو مفشفشين غزالين. مغاديش تنظمو عليهم غير جربوهم صراحة كيستحقو تجربة راه غتوليو مدمنين عليهم والله حنا ولفناهم. دابا خصكم صايمين الاثنين والخميس كنديروهم. دابا صايمين حتى نصومو ان شاء الله هاد الاثنين والخميس. دابا نديرو لكم باش تنفطرو نديرو الزيتون كتوزعوه في القناة ايه هكا غير هكا ديرو الطون وديرو الفرماج. عرفتي البنات خاصكم تجربوهم. دابا تشوفوا كيفاش كيجيو في الاخر. ايوا ها نتوما وليداتي انا قلتوا لي خالتي ديري لنا عيب شويه وتبعي لينا
هانا تعمل المقله وريتها عليكم. انا ما خويت لا في زلافه لا في التبصيل باش نقدم لكم من المقله نيشان لهذا الحشوه. صافي دابا هكا ديروا انا صورت معكم هاد الثلاثه نوريكم عاد باش نكمل اللي باقي باش نتعاون انا وياها. هانتوما دابا انا شاده التليفون وهي كتخدم باش هذا بحال هكا. والفرماج طبيعه الحال البنات حتى الاخر حتى الفرماج حتى يطيبوا حتى كتبغوا تخرجوه من الفران عاد كديروا الفرماج احمر. الفرماج انا ها هو عندي هنايا حكا مع كنت دايره في المجمد ها هو عندي هنا. ايه والله يجعل ربي يوفقنا مع كنزه ومعكم يا ربي اللي حشمنا يا ربي. ودابا هكا غنمشي وتابعوني حتى الاخر وانتم عاد تشوفوا كل شيء نفس الطريقه اللي خدمنا بهم هاد ثلاثه الفطائر هما باش غنخدموا العجين اللي باقي عندنا ونرجعوا معكم البنات قبل ما ندخلوا الفران غنصوروا لكم ان شاء الله. قبل ما تدخلي من الفران يطيبوا عاد تصوروا لي. دابا غندير بحال هكا نكمل نفس الطريقه. غزالاتي كيف ما كتشوفوا هكا كيجيو ملي كتعمروهم شوفوا كيجيو غزالين هكا. المهم دابا انا درت الفران يسخن دابا غادي ندخلهم الفران ومن بعد نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. شوفوا كيجي رائع البنات كيجي صراحه ما نقدرش نوصف لكم كيجيو على شكل فطائر وعلى شكل بيتزا فطائر تركيا وايطاليا معروفين اكثريه بهم الطليانيين والاتراك هما اللي كيديروهم اكثر ناس. شوفوا كتجيو هائلين. مهم ديروهم وردوا على خالتكم جميله يلا ديروهم ديروهم وردوا عليها البنيات يلا نوضوا. المهم دابا غادي ندخلهم الفران ورجع معكم البنات. ومني كنبغيو نقربو نخرجوهم يعني حتى كيطيبو عاد كنديرو الفرماج احمر غير هكا كيذوب غير شويه وكنخرجوهم. يلا البنات شوفوا معايا انا خرجتهم دابا من الفران شوفوا كيفاش كيجيو كيجيو هائلين في المنظر. دابا بقيت عاد خرجتهم من الفران نقرب لكم تشوفوا شوفوا كيجيو رائعين وهائلين لا من المنظر لا من المذاق كيجي رائع. ونزيدكم راه رطبه وهشيشه عرفتي بحال شكل البريوش. الفطائر كيجيو غزالين البنات فجربوهم راه ماشي قاصحين راه ما قاصحين رطبين عرفتي هشاشين مفشفشين كيجيو مفشفشين بحال شكل البريوش كيجيو غزالين البنات منفوخين من هنايا وانتم الطحمة بتعين قلب لكم زعما راه هذا. المهم البنات ما تندموش عليهم كنصحكم يعني صراحه انكم تجروهم البنات وردوا عليا الخبر. ماشي بزاف الناس هنا في المغرب كيديروهم نادر الصراحه معروفينش هنا بزاف في المغرب هاد الفطائر اللي هما على شكل بيتزا كيجيو رائعين البنات ولذادين. مهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو بغيتي ديريهم بالسيبسيم بغيتي ديريهم بالحبه السوداء اللي بغيتيهم التزيين كيبقى على حسب الذوق كل واحد. باش ديريهم كاملين بالجلجلان كديريهم باش ديريهم كاملين بالسمسم اللي بغيتي حنا كنديرو نص نص على حسب. غزالاتي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر البيتزا ديالنا التركيه كتجي غزاله يا البنات وكتجي هائله لا في المنظر ولا في المذاق كيجيو رائعين جدا يعني كيستحقوا التجربه. انصحكم انكم تجربوها صراحه راه لذيذه يعني ديوها معكم الا كنتو في شي عزومه كنتو في يعني عندكم شي حاجه هكا تكونوا في مائده الافطار هكا كيجيو رائعين البنات وبصحتكم راحتكم الغزالات. وكنتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو هذا وخلوا لي التعليق ديالكم بالنسبه للبنات اللي غادي يجربوا هاد الفطائر البيتزا التركيه كيجيو رطبين هشاشين بحال شكل البريوش. وخليناكم على خير البنات بالنسبه اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك شجعونا ودعمونا البنات كيف ما كتعرفوا حنا مازالين يلا في المرحله الاولى. والله يوفق الجميع يا ربي ويسهل على الجميع وان شاء الله يا ربي يكون يعجبكم هذا الفيديو هذا.